ان انا معاكم النهارده ونفسي شرفتونا النهارده. الاول عايز اقول حاجه مهمه. اكتر حاجه اسعدتني ان انا النهارده بنعمل العرض الخاص في بلدي في مصر، ودي اكتر حاجه مهمه جدا. كنت حابب جدا ان انا اشارك الفيلم ده، وفعلا عملنا عروض خاصه في لوس انجلوس وفي نيويورك، وكمان عملنا كان في السعوديه وفي الامارات. بس اكتر حاجه انا سعيد فيها ان انا موجود هنا في بلدي النهارده، وبالذات ان كنت عايز ان يكون معايا بعض الابطال في فيلمي يكونوا متواجدين ويشوفوا النجاح اللي هنا في وسط بلدي وفي وسط الصحافه المصريه. كنت عايز ان يكون معايا بعض الابطال في فيلمي يكونوا متواجدين ويشوفوا النجاح اللي هنا في وسط بلدي وفي وسط الصحافه المصريه. What did you learn? You know, for me, everything is about soul, so getting to be